في آية بنقراها ما بنتأملها. طيب كلمة شكرتم هاي على إيش؟ على الموجود. بيقولوا أنت إذا شكرت الله على الموجود لا أزيدنكم، بيجيب لك المفقود. لكن أنت بتشتكي الله بده يزيد، ما كيف بده يزيدك؟ بعدين أنت طول الوقت ما بتقول الحمد لله. أنا كمان ضد إنه بعض الناس يقدر يطور من نفسه عن النطاق التعليمي والوظيفي والمادي وبيتحجج بالقناعة. أنا إنسان قنوع. لا، في فرق بين القنوع، بين العاجز، بين الكسول. في فرق بين التوكل والتواكل. في ناس هم التوكل غلط، إنه خلاص أنا قاعد وخلاص رزقتي بتجيني. لا، رزقتك ما رح تجي لك إذا أنت ما سعيت. إذا جاتك فرصة زيادة ليش لا؟ مش بس المادة، إذا جاتك فرصة زيادة ليش لا؟ جاتك فرصة دراسة ليش لا؟ إذا جاتك فرصة في دورات الحين في على النت يا شيرين، مش لازم تدفع. في بس واحد يعمل جهد صغير على فكرة. إذا أولادك شوي متراجعين في المدرسة، في مدرسين شاطرين، قدرتك مثلا حتى لو درس واحد بالأسبوع بجيبهم مشان طورهم، زود ثقتهم بنفسهم بدون ما أضغط عليهم. يعني ما أدلعهم ولا أضغط أحطمهم. حلو إني أطور. في أمهات مثلا ما بتعرف إنجليزي، خلص مو مستعدة تتعلم. طب انت لو بدأتي مع اولادك مثلا من صف اول ابتدائي، فخلص ما كنت يعني تعلمتي معهم بدل ما تشتكي وتقولي فلانة بتعرف انجليزي لانها درست في مدرسة اجنبية. طيب انت ابدأي من اليوم، اقنع بالفقر او اقنع بالظروف الصعبة والناس حوالي ما شاء الله بتتطور بتدرس بتتعلم، هذا هو الصح. ولا انا كمان اسعب في ارض الله واشوف فرص اشوف دراسة. وليش اضل؟ ايش رايك بالحريم اللي تيجي تقول اختي جوزها جاب لها وانت ما جبت لي، اخوي جاب لزوجته وانت ما عملت، جيراننا كل سنه بيسافروا واحنا حتى جوا المملكه ما بنطلع. الطموح مش غلط. انت اذا في شي نفسك فيه بدك تشتغل عليه، ما في شي بيجي بالساهل. ما اخلي كلمه قناعه هي الشماعه، لانه انا قاعد حاط رجل على رجل 24 ساعة. كلمة قناعة على فكرة ما بتتعارض مع الطموح. أكيد الطموح يعني أنت عمال اللي عليك، لو ما قدرت خلاص هون القناعة بتيجي. القناعة هون أقول كويس، بس اسعى.